is it going? I hope you are fine. مرحبا بكم في قناتكم قناة أنشطة الحياة المدرسية من جديد. And today's lesson is about how to introduce yourself. يعني أن الدرس ديال اليوم هو حول تقديم النفس. كيفاش ممكن تقدم نفسك للآخرين؟ فمجموعة من الأساتذة في بداية السنة الدراسية كي يطلبوا من التلاميذ ديالهم أو المتعلمين ديالهم أنهم يقدموا نفسهم أمام رفقائهم. فبالتالي غادي نشوفوا في هذا الفيديو هذا أشنو المعطيات الشخصية أو المعلومات اللي ممكن أن التلميذ يدلي بها باش يقدم نفسه. كل هذا وذاك غادي نشوفوا في هذا الفيديو هذا، فخليكم معايا. أول شيء يقوم به المتعلم عند تقديمه لنفسه هو إلقاء التحية. Greeting. And there are many expressions that we use in English in order to greet someone. فهناك مجموعة من العبارات اللي كنستعملو في اللغة الإنجليزية باش نلقيو التحية على الآخر أو لإفشاء السلام. ومن بين هاد العبارات هادي نجد good morning. Good morning التي قابلها في اللغة العربية صباح الخير. Good morning كنستعملوها في الفترة الصباحية إلى حدود الساعة الواحدة زوالا. العبارة الثانية or the second expression which is good afternoon. Good afternoon والتي قابلها في اللغة الفرنسية bon après-midi كنستعملوها في الفترة في فترة ما بعد الزوال من الساعة الواحدة إلى الساعة السادسة مساء. The other expression, which is good evening. Good evening كنستعملوها في الفترة المسائية كتعني مساء الخير. Good evening كنستعملوها من الساعة السابعة إلى الساعة التاسعة ليلا. وهذه العبارات هادو بثلاثة هما عبارات formal. They are formal, more formal and more polite. يعني كنستعملوهم في الحالات الرسمية أكثر مع الأشخاص اللي تيكونوا ما تتربطناش بهم واحد العلاقة وطيدة جدا، وأيضا مع الأشخاص اللي كنتلاقاوهم أول مرة أو مع الأشخاص اللي هما تيكونوا أكبر منا سنا، أوكي، مثل يعني الآباء ديالنا، مثل الأساتذة ديالنا أو رؤساء العمل ديالنا إذا كان عندنا عمل ديالنا. Then we have other expressions like hello, hi and hey. So هادو كلهم كان عندهم معنى واحد اللي هو السلام، واللي common between them يعني اللي كيجمعهم بثلاثة هما أنهم informal and impolite. يعني مقارنة مع العبارات الثلاثة الأولين فهاد العبارات هادو they are more impolite and more informal، يعني كنستعملهم بشكل أخص مع الأصدقاء ديالنا أو مع الأشخاص اللي كتربطنا معهم علاقة وطيدة جدا. في حالة ما إذا أراد الأستاذ أن يطلب من تلامذته أو من متعلميه أن يقدموا أنفسهم، فكيطرح لهم مجموعة من الأسئلة، ومن بين الأسئلة الأكثر شيوعا اللي كنستعملوها عندما نريد أن نطلب من الآخر أن يقدم نفسه هي السؤال الأول Would you mind introducing yourself? Would you mind introducing yourself? سؤال تاني Could you introduce yourself please? Could you introduce yourself please? والسؤالين بجوج عندهم نفس المعنى واللي هو هل يمكنك أن تقدمي نفسك؟ أو هل يمكنك أن تقدم نفسك؟ فبعد إلقاء التحية يجب عليك كمتعلم أن تذكر اسمك. وكاينين عبارات متنوعة إلى بغينا نقدم الأسماء ديالنا، من بين هاد العبارات هذه I am أنا أكون or en français on dit je suis. مثلا I am ليلى or I am خالد et ainsi de suite. The second expression am هي الصيغة المختصرة ديال I am, the short form of I am، يعني الصيغة المختصرة ديال العبارة اللي قبلها وكأنه نفس المعنى. So I am and am have the same meaning، عندهم نفس المعنى اللي هو je suis أنا أكون. I am ليلى am ليلى. Okay. The third expression my name is en français on dit je m'appelle et en arabe أنا اسمي. Okay. My name is خالد، my name is نهيلة and so on and so forth على حسب الاسم ديالك. Next my name's ليلى my name's
ليلى. So هنايا it is the short form of my name is. هذه الصيغة المختصرة ديال my name is. فإما تستعمل my name is أو تستعمل الاختصار ديالها اللي هو my name's ليلى. The last expression العبارة الأخيرة. طبعا الحال عندنا مجموعة من العبارات اللي كنستعملهم ولكن أنا ذكرت الأكثر استعمالا. فآخر عبارة اللي هي this is speaking. This is ليلى speaking. This is أميمة speaking. This is نهيلة speaking. في هاد العبارة هذه كنستعملوها بالأخص فاش كنكونو كنهضرو في الهاتف باغ تيليفون. فكنقولو هذه ليلى تتكلم أو هذه أميمة تتكلم إلى أيضا تنقدمو السن ديالنا the age. أوكي أون فرونسي أون دي لاج. وكاينين مجموعة من العبارات فاش كنقدمو العمر ديالنا. من بين هاد العبارات I am or am, I am or am. ومن بعد كنذكروا السن ديالنا على حسب كل واحد كل شخص على حسب السن ديالو وكنساليو لا فراز ولا ليكسبريسيون بعبارات years old. So مثلا I am or am 17 years old. انا عندي 17 سنة. أنا في عمري 17 سنة. إذا كان عندك مثلا 16 سنة في عمرك ممكن تقول I am 16 years old or I'm 16 years old. أنا في عمري 16 سنة. كان عندك في العمر ديالك مثلا 14 سنة غادي تقول I'm 14 years old or I'm 14 years old. في عمري 14 سنة. فممكن تستعمل the short form of verb to be ولا the long form of verb to be. ممكن تستعمل الصيغة المختصرة ديال الفعل to be كان أو الصيغة الطويلة ديال الverb to be am or I am. okay it depends on you. يعني على حسب it's up to you to decide. يعني على حسبك أنت شنو بغيتي تستعمل. بجوج بهم صحاح عندهم نفس المعنى. The second expression am 17. أنا في عمري 17 سنة. فبحال بحال الأولى. The third expression. هنايا العبارات الثلاثة الأخرين كنستعملوهم إلا ما بغيناش نذكرو بريسيزامون يعني بالضبط شحال عندنا في العمر ديالنا. ما بغيناش نبينو شحال عندنا في العمر ديالنا. فكنستعملو مثلا تنقولو إذا كنت أنا في منتصف مثلا العشرينات تنقول I am in my mid twenties. أنا في منتصف. mid هذيك الكلمة mid كتعني منتصف. I am in mid or I am in my mid twenties. أنا في منتصف العشرينات. twenties كتعني العشرينات. إلا كنت مثلا أنا يلا في الأوائل ديال الثلاثينات كنقول I am in my early thirties. أوائل early thirties الثلاثينات. وإلا كنت في أواخر الأربعينات مثلا أو لأواخر الخمسينات أو للستينات إلى آخره إلى آخره فأنا كنستعمل العبارة الآتية I am in my late. سو هنا هالكلمة هذه late كتعني أواخر. I am in my late forties. I am in my late fifties يعني الخمسينات. I am in my late 20s. أنا في أواخر العشرين إلى آخره. فهاد العبارات هادو بثلاثة كنستعملوهم إلا ما بغيناش نبينو يعني السن ديالنا بالتدقيق. يعني بغينا نعطيو العمر ديالنا ويبقى هاديك العمر غامض. أوكي من بعد كتذكر المكان ديال السكن ديالك أو للأصل ديالك. فكاينين مجموعة أيضا من العبارات اللي كنستعملوهم بهاد الخصوص هذا. من بين هاد العبارات هادي I am from. I am from. Je suis du. أنا من مثلا I am from Morocco. أنا من المغرب. I am from Egypt. أنا من مصر. Yes, you do sweet. So هنا كنستعملوا هاد العبارات دي باش تنبين الأصل ديالي أنا أو البلد ديالي اللي كنتمي ليه. The second expression am. هاد العبارة هادي كنستعملوها باش كنذكروا الجنسية ديالنا. I'm Moroccan. okay أنا مغربية. I'm Moroccan. أنا مغربي. okay so هنا كنستعملها باش كنذكر الجنسية ديالي. I'm Moroccan. okay I'm American. أنا أمريكي. أنا أمريكية إلى آخره. The third expression
I came from. أنا جئت من أو أنا أنتمي إلى البلد المعين. I came from أو أنا أنتمي إلى المدينة المعينة. Okay. Then I was born and raised in. I was born and raised in. أنا ولدت. I was born and raised in. وترعرعت في. Okay. أنا ولدت وترعرعت في أو كبرت في. سو هنايا هاد العبارة هادي ممكن نستعملها باش نبين المكان اللي أنايا تزاديت فيه وأيضا كبرت فيه. Then we have another expression واللي هي I grew up in but now I live in. وتكمل على حسب المدينة اللي كتسكن فيها حاليا. فهنايا إلا كنتي مثلا يعني تزاديتي في واحد المدينة معينة أو لواحد البلد معين من بعد انتقلتي إلى مكان آخر واللي هو كتسكن فيه حاليا فممكن تسمي هاد العبارة هادي I grew up in Casablanca. أنا كبرت في الدار البيضاء. But ولكن now حاليا I live in نيويورك. أعيش في نيويورك مثلا. أوكي مدينة نيويورك. فهنا إلا كان عندنا المكان ديال يعني التنشئة ديالنا المكان اللي كبرنا فيه هو ماشي نفسه المكان اللي تنعيشو فيه حاليا فكنستعملو هاد العبارة هادي. And the last expression that we are going to use or we are going to mention in this lesson is I am originally from but now I live in. I am originally يعني أنا في الأصل ديالي from من but now I live in ولكن الآن أعيش في. فبحال بحال العبارة اللي قبل منها فممكن تستعمل العبارة اللي قبل منها ممكن تستعمل هذه العبارة هذه they have the same meaning. okay. إذا هنا هاد العبارتين أخيرتين إلا كنتي يعني تولدتي في واحد المدينة أو لواحد البلد وغيرتي داك المدينة أو للبلد وكتعيش في مدينة أو بلد آخر حاليا فممكن تستعمل هاد العبارتين الأخيرتين. وانت كتقدم نفسك ممكن ايضا انك تكلم على العائلة ديالك ممكن انك تذكر العدد ديال الاخوة ديالك مثلا الاسم ديال الاب ديالك الاسم ديال الام ديالك العمل ديالهم الى اخره الى اخره. فمن بين العبارات اللي ممكن نستعملوها في هذه الحالة I am one of four siblings. هاد العبارة هادي كنستعملوها الا بغينا نهضرو بشكل عام بلا ما نبقاو نحددو شحال عدد عندنا شحال عندنا ديال الاخوة الاناث وشحال عندنا ديال الاخوة الذكور بغينا نهضرو بشكل عام فكنستعملو هاد العبارة هادي I am one of وكنحدد العدد شحال عندي ديال الاخوة وكنسالي بكلمة siblings اللي كتعني الاخوة. So مثلا I am one of four siblings الا كنتو نتوما اربعة انت رابعهم فكتقول I am one of four siblings أنا واحد من أربع إخوة. Next I have one brother and two sisters. هنا إلا بغيتي تحدد شحال عندك ديال الإخوة الذكور شحال عندك ديال الإخوة الإناث فكتستعمل هاد العبارة هادي I have one brother لدي أخ واحد إلا كانوا عندك مثلا جوج كتقول I have two brothers كانوا عندك ثلاثة I have three brothers كانوا عندك مثلا أربعة I have four brothers ينسي دو سويت على حسب العدد ديال الإخوة ديالك and two sisters وأختين. okay. I have one brother and two sisters فهذه عبارة كنستعملوها باش كنهضروا على عدد الإخوة والأخوات وكتغير فقط العدد. The next expression I am an only child فهاد العبارة هادي كنستعملوها إلا كنتي مثلا وحيد ما عندكش الإخوة فكتقول I am an only child أنا ليس لدي إخوة أنا وحيد أو أنا ليس لدي إخوة. وأيضا كنستعملو في هاد النطاق هذا كنستعملو العبارة الأخيرة اللي هي I don't have any brother or sister any كتعني أي I don't have any أنا ليس لدي أي أخ أو أخت يعني أنا وحيد I am only an only child يعني ما عنديش إخوة وما عنديش الإخوة الإناث أو الذكور فأنا بوحدي عند الوالدين ديولي.
يمكن لك تختم الحديث ديالك على بالتكلم على الحلم ديالك او الطموح ديالك او للمهنه اللي كتبغي انك تشغلها مستقبلا، يعني شنو بغيتي تكون انت مستقبلا. فلهذا الغرض عندي لك مجموعه من العبارات اللي ممكن تستعملها في هذه الحاله هذه، ومن بين هذه العبارات I want to be a فراغ in the future. مثلا I want to be، أنا أريد أن أكون a policeman، رجل أمن، a policeman in the future، في المستقبل. مثلا عندي مثال آخر I want to be a nurse in the future، أنا أريد أن أكون ممرضة في المستقبل. فهذه هي العبارة، وعندك هذاك الفراغ اللي ممكن تعمره بأي مهنة بغيتي تكون في المستقبل. The second expression I have a dream to be، عندي حلم أن أكون، I have a dream to be a policeman، شرطي أو رجل شرطة أو رجل أمن in the future، في المستقبل. Okay، they have the same meaning ولكن ممكن بدلو مرة مرة نبدلو العبارات. The third expression I would like to be a، أود أن أكون أو أريد أن أكون، I would like to be a policeman in the future، في المستقبل. And the last expression، والعبارة الأخيرة هي I want to be a، أريد أن أكون، I want to be a policeman، أريد أن أكون رجل أمن. Because هنا ممكن تعطي justification ديالك أو تعطي مثلا السبب علاش باش تكون هذيك، يعني ممكن أنك تمارس هذيك المهنة بالضبط. So I want to be a policeman because I مثلا want to protect people، I want to protect people، أريد أن أحمي الناس. ممكن أيضا تحدث على الأشياء اللي كتعجبك والأشياء اللي ما تتعجبكش، likes and dislikes، likes الأشياء اللي كيعجبونا and dislikes الأشياء اللي ما تيعجبوناش. وممكن أننا نستعملو مجموعة من العبارات باش نبينو على الأشياء اللي كنعجبو واللي كتعجبنا والأشياء اللي ما كتعجبناش. فإذا كانت كتعجبني شي حاجة مثلا وأنا كنعشق أنني نديرها، فكنستعمل العبارات الآتية I like، I love or I adore. اوكي، فهادو الثلاثه بهم تعنيو نفس المعنى. اون فرونسي كنقولو جام او بيان جو بريفير. اوكي، انا احب، I like، ولا ممكن نبدل لايك بالفيرب اخر او لا بفعل اخر اللي هو love، وممكن نبدل هاد الكلمتين بجوج بالكلمه الثالثه اللي هي adore. I like، I love، I adore كتعني جام أو بيان جو بريفير. مثلا I like playing football، أنا أحب ممارسة كرة القدم أو لعب كرة القدم. I like painting، أنا أحب الرسم. I like cooking، أنا أحب الطبخ، إلى آخره. عكس ذلك، هي لكنت ما كتعجبني شي حاجة مثلا، فكنستعمل العبارات الآتية I dislike، I don't like، I hate. بثلاثة بهم عندهم نفس المعنى اللي هو أنا أكره، أنا لا أحب، je n'aime pas en français. okay، I dislike، I don't like، I hate. العبارة الثالثة I am fond of، هنا إلا كنت كانت كتعجبني شي حاجة مثلا بشكل كبير، أو أنا مثلا نقدر نقول أنا مولعة بشيء ما، يعني كتعجبني شي حاجة بشكل كبير. I'm fond of مثلا playing football، I'm fond of painting، etc. The next expression I like، انا احب، but I don't like، هنا ممكن يعني تتبين لي شنو تيعجبك وشنو ما تيعجبكش في اون فراز، في اون سول فراز، في جمله واحده. I like painting but I don't like reading stories، انا احب الرسم ولكن لا احب قراءه القصص. but كتعني لكن، but لكن I don't like reading stories، أنا لا أحب reading مطالعة stories القصص، I don't like reading stories أو قراءة القصص. And the last expression is I am a big fan of، أنا واحد
معجب كبير بي، شخص معجب كبير بي، يعني شي حاجه كتعجبني يعني مثلا بشكل كبير، بحال العباره اللي هي I am fond of، يعني they have the same meaning. نقدر نقول في هذه الحاله I am a big fan of football. اوكي، انا معجبه كثيرا ب يعني كره القدم. I am a big fan of painting، انا معجبه كثيرا بالرسم، الى اخره. هنا كنقترح لكم فقرة نموذجية اللي من خلالها أو اللي من شأنها أنها تساعدكم تكتبوا فقرة خاصة بكم اللي فيها مجموعة من المعلومات الشخصية اللي كتهمكم، وممكن أيضا تستعملوا نفس الباراغراف وتغيروا فقط الاسم ديالكم وجميع المعلومات اللي كتهمكم. كيف ما قلنا سابقا كنبداو بإلقاء التحية. Good morning, good afternoon or good evening, it depends on the time when you are talking. Okay, على حسب الوقت اللي انت كتحدث فيه. فإذا كان في الصباح غادي تستعمل good morning، كان ما بعد الزوال good afternoon، إذا كنتي كتهضر في المساء فغادي تستعمل عبارة good evening. Okay، مساء الخير. Good morning. First of all، أولا I would like to thank you for giving me the opportunity to introduce myself. هنا هاد العبارة هادي كنستعملوها إلى مثلا شو واحد طلب منا أننا نقدم روسنا، فكنستعملوا هاد العبارة هادي باش نشكروه، فكنقولوا ليه من خلالها First of all، أولا I would like to thank you، أود أن أشكرك for giving me، لمنحي okay؟ لإعطائي the opportunity، يعني المناسبة أو للفرصة to introduce myself، لأقدم نفسي. I am Sarah. So هنا كتقدم الاسم ديالك. اسمي سارة. I am Sarah and I am 16 years old. وعمري 16 سنة. I live in Safi. أعيش في مدينة أسفي. موروكو المغرب. I am a high school student. أنا أدرس في الثانوي. يعني أنا تلميذ كندرس في الثانوي. My favorite subject is English. مادتي المفضلة هي الإنجليزية. إذا كانت مثلا المادة المفضلة لديك هي العربية مثلا، غادي تقول My favorite subject is Arabic. كانت مثلا الفرنسية My favorite subject is French. And so on and so forth. So هنا كتغير فقط المادة، أما العبارة كتبقى هي. Okay, my favorite subject. I am from a family of 7 people. هنا كتحدد عدد الأفراد ديال العائلة ككل. Okay, الأسرة ديالتي ككل. هاد العبارة أيضا ممكن تستعملوها باش تحدث على العائلة، فما كناش ذكرناها قبل ولكن ممكن تستعملها باش تذكر عدد أفراد الأسرة بشكل عام بلا ما تحدد عدد الإخوة أو الأخوات إلى آخره. So I am from a family of 7 people. أنا أنتمي إلى عائلة تتكون من 7 أشخاص. كانت مثلا فيها 6 أشخاص تقدر تقول I am from a family of 6 people and so on and so forth إلى آخره. أوكي، ممكن تغير العدد على حسب أفراد عائلتك. My mother's name is سلمى. My mother's name اسم أمي is هو سلمى. She is a housewife. هنا ممكن تعطي المهنة ديال الأم ديالك. سو إذا كانت ما تتخدمش مجرد ربة بيت، ممكن تقول She is a housewife. هي ربة بيت. My father's name is كريم. My father's name اسم أبي is هو كريم. He is a policeman. هو رجل أمن. العمل دياله هو رجل أمن. In my free time، في وقت فراغي، I like cooking and reading books or stories. في وقت فراغي، I like، أحب، cooking، الطبخ، and reading books، وقراءة الكتب، or، أو، stories، القصص أو الحكايات. In the future، في المستقبل، I want to be a nurse، أريد أن أكون ممرضة، to take care of patients، لأعتني بالمرضى. That's all about me. هذا المشهد الثاني والأخير. Could you introduce yourself, please? Good morning. I am John and I am 17 years old. I grew up in New York but now I live in Washington. I don't have any brother or sister. My mother's name is Helen. She is a nurse. My father's name is Tom. He is a firefighter. My favorite subject is French. I am a big fan of tennis. That's all about me. It's a pleasure to meet you, John. It's a pleasure to meet you too, teacher.
Good morning. How are you doing? Good morning, teacher. I'm doing well. Thanks, Bench. Okay, could you introduce yourself, please? First of all, I would like to thank you for giving me this opportunity to introduce myself. I'm Sarah, and I'm 16 years old. I'm from Casablanca. My mother's name is Selma. She is a housewife. My father's name is Amin. He is a policeman. My favorite subject is English. In my free time, I like playing football and reading stories. I want to become a doctor in the future. That's all about me. It's a pleasure to meet you, Sarah. It's a pleasure to meet you too, teacher. إليكم هذا المشهد التمثيلي.